مقادير على الشاشه، عجينه قطايف، تشكيله من المكسرات، جوز الهند، زبيب، بندق، فستق، لوز اللي مفول سوداني اللي موجود عندك، وميه زهر وسكر. وهنعمل عجينه دلوقتي نحشي بيها القطايف. نقعد نعمل لنا 50 30 واحده بس، برضو هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ولكن بتكلم على نقطه مهمه جدا، يعني ممكن يجي تقع في الفخ ده الكبه، زي ما الشيف المغازي قال الكبه ديت بتاعه بصل وتوم، عايزه تتخلصي من الريحه، تعملي ايه؟ صابون مش هيخلصك، هيبقى برضو فيها راحه بصل وتوم. غسلتيها كويس، بتجيبي ميه زهر مش ميه موارد، ميه زهر، وتحطي زي ما انا حطيت فيها كده، وتطلعي السكينه وتدخليها تاني كده، وترمي الميه دي تاني. حلو الكلام؟ المعلومه اللي قلتها دي مهمه جدا للتخلص من رائحه الكبه بعد البصل والثوم واستخدامها في الحلويات، يفضل غسلها بماء الزهر. حلو الكلام؟ هنبدا نحط شويه المكسرات بتوعنا، بندق، لوز، يا مزاجك اللوز، معانا شويه زبيب، الزبيب الكبير ده حلو هيتكسر يبقى لطيف وحلو، معايا شويه جوز الهند. حلو الكلام اهو. معانا هنا كمان شويه فول سوداني مطحونين، بحط ميه الزهر عشان يمسك، ما ينفعش احشي القطايف بالمكسرات وهي كده، لازم احط لها شربات وميه الزهر. وعندي هنا شربات اهوت كمان، الشربات ده اللي هو السكر بتاع الكنافه اللي احنا عاملينه من البدايه خالص زي الفل اهو. بتجيبي برده مغرفه ما عدتش لا على بصل ولا على توم، مش زي دي كده، وناخد الخليط ده يا عم الشيف نطحنه. هي دي التركايه بتاعت القطايف، زينه اللي سالت على القطايف اهو، وانا معاكي واحده واحده. لا احنا جايبين واحده جديده، اصبري شويه بقى علينا. تمام، هناخد ده كله مع بعضه. اللهم صل على النبي. دي اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. بتحشي قطايف لازم تكون عندك الحشوه دي كده، دي زي اي محل حلويات انت بتشتري منه. اهي الاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، معلش التفاصيل الصغيره بتاعت حشوه القطايف اهي، خليها عندك في الثلاجه. نفس كفتك على القطايف اعمليها، نفس كفتك على شويه مكرونه شويه كنافه بالمكسرات استخدميها، وهكذا. تعالوا نحشي مع بعض واحده واثنين وثلاثه بسرعه. بص بقى يا زينة، جبت القطايف من أي محل بتاع قطايف، وتفاصيل الشهر الكريم في مصر بتلاقي بتاع القطايف في كل حتة، بتاع الكنافة في كل حتة، بتاع بلح الشام، الحاجات دي كتير موجودة بتجيبيها. ده هي قفلة الكيس دي المهمة أوي يا شفيق، أوعى تفك الكيس وتخليها في المطبخ مقفول عليها الكيس كده لغاية لما تشتغلي فيها، وطول ما أنت شغالة تكون مغطياها بإيه؟ بعندك مفرش أبيض كده أو بشال أبيض موجود عندك عشان ما تتشاف، أو خليها في الكيس وطلعي على قد شغلك. وارد وانت شغاله كده استخدمت التليفون، وارد اشتغلت مع حد، هترجعي مش هتعرفي تقفليها. الحاجات اللي بقولها ديت خبره السنين بنقدمها لحضراتكم. القطايف معايا وهقفلها اهي، شفتي اهي. لما نيجي نحشيها يا زينه بالشكل ده، القطايف ناحيتين، ناحيه محمره وناحيه بيضه اهي، ناحيه محمره وناحيه بيضه. الدرس بتاع القطايف ده النهارده، من النهارده بعد ما اتفرجنا على اكله ام على القناه الاولى، القطايف معاكي مش هتفشل، هتحمرها في الزيت تطلع سليمه زي الفل زي اللي معانا دي كده اهو. تحشي الحشوه فين يا شيف مغازي؟ نقلبها كده اهو، ونجيب معلقه، ما تحطيش بحشوه ايدك لان ايدك هنا هتتبل مكسرات، وايدك هنا هيبقى فيها مكسرات، فمش هتقفل معاك العجينه اهو. شفت بعمل ايه اهو؟ واحط شويه دول كده اهو، عيني اهو اهو اهو، واجي كده بص عليا اهو 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 زي الفل اهو، واجي هنا اهو. الايد اللي بتحط الحشوه ما ينفعش تكبسي بيها اهو اهو اهو. نحط واحده تاني مع بعض اهو، احنا ما وراناش حاجه اهو. طشه الملوخيه عايز لها دقيقتين بالظبط اهو اهو، شفت الجو ده كده اهو، واعمل كده اقفل كده اهو. اوعي الحشوه تكون في الاطراف، سيبي مكان للكبس بتاع القطايف اهو. كمان واحده اهو، هنحمرها مع بعض دلوقتي. ده انا حطيتها غلط اهو على الناحيه الثانيه. وتجيب القطايف اللي ما تكونش محمره جامد
ليه؟ عشان تلزق منك، لان بتكون احمرت جامد. ايه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ دي ما قفلتش معايا عشان من الاول خالص استخدمتها غلط. دي مش هتنفع بقى، اخد الحشوه واخلص منها. خلي بالك الحاجات ديت وارد تحصل معاك في المطبخ. دي القطايف حساسه جدا على فكره، اهي زي ما هي كده معايا اهي. شفت بفكها اهي واخدها كده. تحشيها قشطه، تحشيها قمر الدين، تحشيها مهلبيه. شفت بتقفل ازاي اهي؟ اخواتي وحبايبي الاساتذه المصورين اهو شفتوا اهي. لما تيجي تحشيها قشطه تعملها كده وتحط القشطه وتقفليها. شفت القطايف اهي؟ بس تجيبيها لبعضيها تقفل معاك على طول. هنحمر دول في الزيت علشان عندنا شغل تاني. دي برضو انا حطيتها غلط. لا دي مش كويسه، بلاشها. في زحمه بقى، ايه رمضان انتوا عارفين، ممكن تجيب القطايف محمره جامد فما تعرفش تلزق منك او تمسك منك. شفت القطايف اهي؟ بسم الله ما شاء الله اهي سليمه وزي الفل اهي. نعمل واحده اخيره معلش. زي ما هي معايا كده. حشوه النهارده درس في القطايف. الصغيره تعملها بالقشطه، بتقفلها نص قفله كده وتحط القشطه فيها وتحط عليها شويه فوزد وحلبي. ما اقولكيش عندنا الزيت بتاعنا شديد، لازم تكون درجه الغليان بتاعه الزيت قويه جدا عشان تحمير القطايف. هسيبه يسخن شويه زي الفل. هخلي دي هنا كده. اوعى تحط القطايف، حذاري تحط القطايف في زيت بارد. تعال نبص على القطايف بتاعتنا، نحمرها في قلب الزيت اهي. شفت القطايف؟ جيب لي القطايف وهي بتتقلب في الزيت كده عايبه في قلب الزيت اهي، تفك. احنا مش بنهزر. ما تقلبهاش كتير، سيبيها تاخد راحتها في التحمير. حلوه، معانا قطايف متحمره جاهزه، معانا الملوخيه بتاعتنا والطشه. عايز اقول معلومه قبل الحلقه ما تخلص مهمه جدا. القطايف معايا اهي، القطايف يا شباب، القطايف اشتغلت منها، اشتغلت من الكنافه. بتاخد القطايف دي تعملها كده كده وتقفليها وتحطها في التلاجة. من الاخطاء الشائعه ان انت خدت من القطايف او الكنافه الكميه اللي انت عايزاها واستخدمتيها، بتخليها مكشوفه في التلاجة، تيجي تستخدمها اي تاني يوم بتبوظ منك فبترميها. ده تبذير. القطايف خلصت منها قبل كل حاجه، تقفليها كويس وتأمني على قفلتها وتحطيها في التلاجة او باب التلاجة مش الفريزر، وتبقى عندك بالشكل ده. تاني يوم بتقدري تعملي اللي انت حباه.